دفع حزب مستقبل وطن بعدد من رموز المجتمع المصري لخوض انتخابات مجلس الشيوخ لينضموا للقائمة عن محافظة الجيزة، وكانت من بينهم الدكتورة سهير حنفي عميد كلية الآداب بجامعة حلوان، فهي من مواليد عام 1963 وحصلت في عام 1997 على شهادة الدكتوراه في الفلسفة السياسية من جامعة الإسكندرية. أكاديمياً تدرجت الدكتورة سهير بالمناصب الإدارية بجامعة حلوان، فشغلت منصب مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الآداب من عام 2005 ل2010، وشغلت بعدها منصب وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، حتى تقلدت منصب عميد كلية الآداب بجامعة حلوان لمدة دورتين منذ عام 2013 وحتى الآن. وعلى مستوى الجامعة فتشغل عضوية اللجنة الاستراتيجية العليا بجامعة حلوان، وكذلك عضوية مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس منذ عام 2015 وحتى الآن. وعن إسهاماتها المجتمعية فتمتلك الدكتورة سهير مسيرة حافلة، فمنذ عام 1996 وحتى الآن تشغل عضوية الجمعية الفلسفية المصرية، ومنذ عام 2002 تشغل عضوية لجان تقويم ووضع امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، وكذلك تشغل عضوية المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي منذ عام 2017 وحتى الآن. وبالنظر إلى المجال السياسي فشغلت في عام 2008 عضوية المجلس المحلي لمحافظة القاهرة، وألقت في 2014 سلسلة محاضرات حول دور المرأة في الواقع السياسي، وساهمت في عقد ندوات تثقيفية سياسية حول التنمية ومشاركة الشباب خلال الفترة من 2016 ل2018، وألقت محاضرات سياسية للتوعية والتثقيف السياسي في ائتلاف حب الوطن قبل الانتخابات الرئاسية 2018، وفي 2020 ألقت سلسلة محاضرات سياسية بالأمانة العامة لحزب مستقبل وطن حول الشائعات ودور الإعلام الجديد. وتكريماً لما قامت به فحصلت على مدار سنوات طويلة على العديد من الجوائز، فاختارتها أكاديمية النيل للعلوم الحديثة والتنمية البشرية ضمن أفضل الشخصيات الإبداعية المطورة على مستوى الوطن العربي، وكرمتها الجمعية المصرية للكتاب والإعلاميين الشبان تقديراً لعطائها لسنوات طويلة في عمادة كلية الآداب بجامعة حلوان. فنحن أمام قامة علمية وسياسية، فنحن أمام الدكتورة سهير حنفي.